الشيخ ادريس ومرحوم المرحوم حسن الله مرحوم مرحوم عبد الواحد وماشي مرحوم عرضية يلعب انا حد فهد المسعود داخل فهد المسعود بيلعب انا حد ماجد عبد الله وداخل ماجد عبد بن حارس بيلعب لحد المرمى لحد المرمى ولعبها في المرمى وسجل منها الهدف الثالث بعد مضي 16 دقيقة من زمن الشوط الثاني. شوف شوف ماجد شوف عدى من حارس المرمى وصلح نفسه ولعبها في المرمى.